ما معنى اسم حسام؟ حسام اسم علم مذكر عربي، وهو اسم وليس له فعل، وهو يعتبر من الأسماء القديمة المحببة والتي لها بريق يدل على القوة رغم رقة اللفظ، إلا أنه يحمل كل معاني النصر الذي لا يعرف عنوانا للفشل أو الانهزام. يحمل اسم حسام الكثير من الصفات الطيبة والمحببة، فهو خفيف على اللسان، والعرب قديما كانوا يطلقونه على طرف السيف القاطع فيقال حسام السيف، ويعني الصلابة. والحسم فهو من الأسماء التي تبعث على التفاؤل وتعطي طاقة إيجابية. لكل شخص نصيب من اسمه، لذا يسارع الآباء إلى اختيار اسم للمولود الذكر لا يفقد بريقه بمرور الزمن ويحمل صفات طيبة. وعندما يبحثون يقع اختيارهم على الاسم حسام بعد البحث عن معناه وخصاله وأصله، ويحمل الكثير من صفات الفارس النبيل الطيب، الصبور الذي يمكن الاعتماد عليه، الشجاع الشهم الحاد. فهنيئا لكل من يحمل اسم حسام. كل شخص يحمل اسم حسام فهو شخص طيب الخصال مثالي، ففي طفولته هو طفل مطيع هادئ متفوق في دراسته، شغوف بالعلم والدراسة، ماهر في تعلم اللغات المختلفة. وعندما يدخل مرحلة الشباب فهو شاب بار بأهله، طموح ناجح في عمله ويحرز المناصب المتقدمة، ويتسم بالرقي، وهو إنسان يحب الاستقرار والهدوء، صافي الروح، يحب الخير للجميع. عندما يتزوج يكون زوجا رومانسيا وأبا طيبا حنونا قادرا على تحمل المسؤولية، وغالبا يتزوج في سن مبكرة لأنه يحب الجو الأسري والاستقرار. حاد الذكاء يتميز برجاحة العقل والتفكير الصائب، واجتماعي يحب تكوين الصداقات. إنسان رياضي يمتاز بالحيوية والنشاط، يكره الكسل والخمول. من يحمل اسم حسام هو إنسان ناضج الفكر، يعشق القراءة والكتابة، الشعر والقصص، ويعشق التراث والأغاني القديمة، متدين، يكره الظلم ولا يخشى في الحق لومة لائم. الكثير من الأمهات تهوى تدليل أبنائها، فيوجد للكثير من الأسماء دلع. فلحسام مثل دلع اسمه سيمو، حس سمسم حوسو. مثلما يحمل الشخص المميزات الكثيرة يمكن أن يكون له عيوب، لكن عيوب من يحمل اسم حسام رغم أنه من الشخصيات التي يعتمد عليها ويساعد الكثيرين في حل مشاكلهم، إلا أنه في بعض الأحيان عندما يقع في مشكلة يقف أمامها ويحتاج لمن يعاونه في حلها، رغم أنه يمتلك روح الفكاهة والدعابة، إلا أنه يميل إلى الحزن في بعض الأحيان. ومن عيوبه أيضا لحوح، وعندما يريد شيئا يلح في طلبه حتى يناله.